عند لنا أن نحتاط ونكون حذرين للحفاظ على أنفسنا ولتحقيق دعوة الجهاد. كلنا فداء الدعوة يا أبو النضال. دقيقة واحدة يا سالم، هيكون الهدف قدام عينينا. هذا المبنى تبع ما يسمونه بالأمن الوطني، أنتم طبعا عارفين حقيقته زين. كل اللي فيها أعداء الدين دمه مهدر وحلال. بارك الله فيكم وسدد خطاكم. أما رميت إذ رميت، ولكن الله رمى. الله أكبر. الله أكبر.